أسعد الله وقتكم مشاهدينا الأعزاء، بكل خير. نرحب فيكم في يوم جديد وحلقة جديدة، نكون ضيوفكم أنا وزميلتي نجد الأميري ساعة مباشرة على الهواء. حنقدم لكم خلالها فقرات مختلفة ومتنوعة. بدايةً نرحب بزميلتي نجد. يا أهلا وسهلا فيك نجد. أهلا وسهلا فيك يا أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. بالفعل فقرات متنوعة ومتجددة ومعلومات جديدة ومفيدة بإذن الله تكون على الجميع. نتمنى أنكم تتابعونا وما تغيروا المحطة عن برنامج حياتنا. هي ساعة حتكون خفيفة وفيها معلومات مفيدة بإذن الله. اليوم فقراتنا متنوعة، حنتكلم في فقرتنا الأولى فيها عن مشاكل الأنف. بالضبط صحيح، حنتكلم عن مشاكل الأنف اللي هي الباب الرئيسي للجهاز التنفسي. الكثير من الناس بيعانوا من مشاكل تنفسية مزمنة دائمة، أسباب تغير الجو وأسباب كثيرة مختلفة. فالموضوع يسعدنا تكون معنا الدكتورة شيماء أحمد محمد، تتكلم أكثر عن مشاكل الأنف والمشاكل اللي بيعاني منها الكبار والصغار. أكيد طبعا في كثير مشاكل إحنا نعاني منها غير الأنف وخلافه، بس في مشكلة كبيرة بيعانوا منها هذا العصر، حتى صارت تريقة لما أحد يرسل لأحد يقول له أنا نسيت، يقول له عندنا الزهايمر المبكر، والله صايرين ننسى بزيادة، والله أنه يلا أحيانا يقولوا لك النسيان نعمة، ولكن هو داء، وكل داء ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. ومثل ما نعرف أنه الطب اللي إحنا تعودنا عليه، الطب اللي هو بداية الطب، الطب الأعشاب أو يمكن الطب الشعبي زي ما يقولون، له دور مهم كثير في العلاجات، لأنه هو أساسا منبع الأدوية والعلاجات لهذه الأيام. اليوم حنتكلم عن بعض الأعشاب أو بعض النباتات اللي ممكن تساعدنا على التغلب على مشاكل النسيان، وأكيد من أشطر من أنه يكون معنا في هذه الفقرة أكثر من دكتورة أميمة الجوهري، أستاذة في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض، حتكون ضيفتنا في الفقرة الثانية للكلام عن هذا الموضوع. خليكم معنا حتستفيدوا بمعلومات بسيطة جدا، وبعض الأشياء أيضا متوفرة أيضا تكون في المنزل وإحنا ما نعرف فوائدها وإيش ممكن يكون لها نتائج صحية علينا. يعني هذا أحلى شيء في دكتورة أميمة، تعطيك أشياء موجودة في البيت ممكن تستخدميها بطريقة مفيدة. فعلا الموضوع مشكل لأن إنسان جدا نسائي، والله ما عاد في أحد على خفت على الكبر أنسى اسمي يعني، ونحاول إنه نحفز نفسنا، بس يمكن نروح الفكاهة اللي صارت فينا إنه يعني ما عودنا خلاص يعني الزهايمر، بس الله يقدر أحد فينا ينصاب بأي أحد بأي من هذه الأمراض. أعزائي المشاهدين لدينا أيضا فقرات كثيرة أخرى، مكالمات هاتفية وبعض التقارير اللي مجهز لكم إياها بمواضيع مختلفة من هنا وهناك. أحيانا بنكون ما احنا متواجدين في قلب الحدث، لكن
حريصين على نقل جميع الأحداث سواء عن طريق التقارير أو المداخلات الهاتفية اللي حتكون معنا. طبعا دائما بتكون معنا في آخر فقرات برنامجنا، طبعا دائما يكون في معنا في آخر فقرات برنامجنا فقرة الطبخ، واليوم هنخلي لكم فقرتنا وشيف فقرتنا مفاجأة عشان ما نبغاكم تروحوا بعيد على السعودية الأولى، ولكن هنطلع معاكم الأولى فواصلنا اللي تظهر في طرق التواصل بيننا وبينكم، وإن شاء الله ما يكون في قطيعة، ودائما تتواصلوا معنا وتعطونا الموضوعات اللي تحبوا إنه نطرحها. هنروح لهذا الفاصل ونبتدي بإذن الله حلقتنا لهذا اليوم. أهلا معكم من جديد مشاهدينا. بداية حناخذ مجموعة من الاتصالات الهاتفية مجهزين لكم إياها. طبعا في هذه الفترة من السنة الكل بيحتفل بتخرج سواء أطفال أو حتى طلاب الجامعة، جميل جدا هالشعور
تنتهي سنة دراسية ناجحة وإن شاء الله لا تتممها على خير بنجاح الاختبارات طبعاً اللي حتجهز أو حتكون قريبة بعد أسبوعين، الكل متخوف شوي. والله هي في حفلات بدأت قبل النجاح مراحل الكي جي والابتدائي، وفرحتنا بهذا التخرج وفرحة الطلاب أيضاً بانتهاء فترة دراسية. طبعاً هم بعدين حيتذكروا يقولوا الله يذكر أيام الدراسة لتها ما راحت جداً، بالفعل هي أحلى أيام من العمر، ولكن كل مرحلة لها يعني إيجابياتها وسلبياتها وذكرياتها الجميلة. اليوم حنتكلم عن ملتقى الخريجات. بالتأكيد حنتحدث عن ملتقى الأول للتوظيف الخريجات، تقيم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بمركز خدمة التوظيف والأعمال الريادية. الملتقى الأول للتوظيف الخريجات برعاية حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، وذلك يوم الاثنين الموافق 7/8/1436 بمدينة الملك عبد الله الجامعية للطالبات. سعدنا تكون معنا عبر الهاتف وكيلة مركز خدمات التوظيف والأعمال الريادية لشؤون الطالبات الدكتورة سوسن بنت عبد الكريم المؤمن. هتكون معنا دكتورة بعد شوي، جاهزة معنا. ولكن مهم يعني سابقا أو يمكن على أيام تخرجنا ما كان في هذه الملتقيات اللي تهتم بأنه ما يصير في عندك هذه الفجوة بين يعني تواصل سنوات الدراسة وبعدين يصير في عندك الانقطاع وشعورك بأنه أنت ما عندك أي شيء تقدميه أو ما عندك أي يعني مهمة أنك تقومي لها كل صباح. فأنهم يهتموا بأنهم يقدموا لهم هذا الملتقى بأنهم يعرضوا لهم يعني إيش في سوق العمل ويعرضوا محتاجين صحيح إيش الأشياء اللي ممكن من دورات ويمكن من يعني دروس تحفيزية على أنها تعطيهم ثقة أكثر وتعطيهم قواعد الأساسية اللي ممكن تدعمهم بحيث أنهم يمسكوا الطريق الصحيح بعد تخرجهم. بالتأكيد جهز معنا الاتصال للدكتورة سوسن بنت عبد الكريم المؤمن. يا أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتورة، أكيد سعدنا تكوني معنا. حابين بداية نتحدث عن الأسبوع القادم دكتورة، سيقام الملتقى الأول للتوظيف الخريجات، حدثينا أكثر عن هذا الملتقى والهدف منه. طبعا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بمركز خدمات التوظيف والأعمال الريادية سوف تقيم الملتقى الأول لتوظيف الخريجات برعاية كريمة من حرم أمير منطقة الرياض صاحب السمو الأمير محمد آل سعود، حيث يهدف هذا الملتقى إلى رفع
أشخاص وأنشطة أكثر. ما شاء الله. طيب دكتور سوسن، بحكم انه هذا اللقاح حيكون اللقاح الاول، اكيد عندكم بعض يعني اوراق العمل اللي حابين تطرحوها، وعندكم امل انه يكون فيها يعني يكون لها اصداء جيده وتكون من صالح الخريجات. هل تتوقعوا اقبال يعني مثلا اعداد من الخريجات، ولا انتم عندكم دعوات خاصه لعدد من الطالبات من الجامعات؟ ايوه لا، نحن وضعنا رابط التسجيل الالكتروني يعني موجود في موقع المركز في الجواب الالكتروني الخاص بجامعه الامام، وكذلك في اللي هو في حسابنا في تويتر، وهو يعني يحظى بعدد من المتابعين والمتابعات يعني من سبيل الجامعة. فنحن نزلنا رابط وفي خلال 5 أيام سجل أكثر من 6,000 متقدمة. ما شاء الله.
عدنا لكم من جديد مشاهدينا من بعد هذا الفاصل انتقالا لموضوعنا الأول اللي هنتحدث فيه نجلة عن فقرة الصحة تاج. يمكن من بعض الأشياء الشائعة أو ما أقدر أقول شائعة، يمكن أصبحت مزمنة كمان لأنه استخداماتنا الخاطئة لها، هي المشاكل الأنف والجيوب الأنفية والأمراض التحسسية والأشياء اللي بتأثر علينا بحكم الهبوب الغبار المستمر وتقلبات الطقس. اليوم حنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو، نرحب فيها دكتورة شيماء أحمد محمد. أهلا وسهلا فيك دكتورة. يعني تحدثنا في البداية عن أهمية الأنف بما أنه هو يعني الباب الرئيسي للجهاز التنفسي، لكن المشاكل للأسف اللي بيواجهها الإنسان يوميا من عوامل خارجية وأتربة أيضا وداخل المنزل بتأثر سلبا على الجهاز التنفسي، والمشاكل بتصير جدا كثيرة لكن صعب حصرها. أهم المشاكل اللي بيعاني منها الجهاز التنفسي والأنف. هو طبعا أهم المشاكل اللي بنواجهها عموما هي نزلات البرد بشكل مستمر والتحسس الحساسية، لأن في الرياض هنا مشهورة أوي بالغبار، فالغبار ده من ضمن الأشياء أو المسببات للحساسية في بعض المرضى، بيبقى عندهم حساسية زيادة للغبار أو حساسية زيادة لبعض الروائح أو بعض الأغذية أو كده، فبيبقى مهم جدا طبعا إن الإنسان ياخد باله قوي من الأشياء اللي بتسبب عنده الحساسية، إن هو ياخد باله إن يتجنبها. بالنسبة يعني أكثر المسببات بالنسبة للغبار هنا يعني مهم جدا إن يبقى متوفر الكمامات بشكل مستمر دايما موجود، ومرطبات الجو كمان. مرطبات الجو هي بتساعد قوي إن هي ترطب الجو في حالة إن بيحصل جفاف للأغشية المغطية للأنف، فدوت بيسبب نوع برضو زيادة من الحساسية. فمهم جدا المرطبات بترطب الجو وفي نفس الوقت بتنقي الجو من الأتربة والغبار المسبب للحساسية. طيب احنا من ضمن هذا يعني في خضم جوابك دكتورة، في سؤال احنا دائما يعني يجي على بالنا، ليش تزيد مشاكل الجفاف أثناء النوم والتنفس العالي وحتى أحيانا انقطاع التنفس، ولما تقومي الصباح تصير تحسي إنه يعني كل مجرى تنفسي من الحلق للأنف في مشاكل جفاف شديدة، وقد تسبب لك يعني
بعض الخدوش، ويمكن يخرج بعض السوائل وبعض النزيف. ايش الاسباب؟ هل هذه بسبب الغبار والاجواء، ولا بسبب يمكن عادات خاطئه في النوم؟ لا، هو يعني غالبا بيبقى في اسباب زي مثلا وجود لحميه او زياده في الانسجه، الاغشيه المخاطيه في الانف، دي بتسبب ان بيبقى ما فيش سير سريان للمجرى الهواء مظبوط اثناء النوم، فالانسان بيضطر ان هو يفتح فمه اثناء النوم، فبيزيد الجفاف، وبيزيد كمان دخول الجراثيم والميكروبات اثناء النوم، فممكن ان هو يصبح الصباح يبقى عنده ممكن يكون في التهاب في الحلق او الحنجره او حتى في الجهاز التنفسي السفلي. فدي من ضمن الاسباب. وطبعا التهاب الجيوب الانفيه بشكل مستمر هنا برضو من ضمن الاسباب اللي تسبب اثناء النوم ان يبقى في مشاكل في التنفس وانقطاع برضو التنفس اثناء النوم، دي برضو من ضمن الاسباب ليها اللي هي التهاب في الجيوب الانفيه. يعني هالمشاكل او عموما الشخير مثل ما يقولوا يكون عند الكبار شويه متقبل، لكن المشكله لما يكون عند اطفال صغار شخير مستمر او صوت عند التنفس، ايضا انقطاع في التنفس، هالمرحله اللي تخوف كثير من الأمهات اعتقادا ممكن لا سمح الله ابنها يصاب بسكتة أو يتوقف التنفس تماما، فممكن ايش ممكن تعمل في هالحالة؟ بيبقى مهم جدا الفحص الدوري على الأطفال بالذات، لأن ممكن يكون في التهاب في الحلق واللوزتين بسبب ان اللوزتين بيبقوا متضخمين جدا، فبيسببوا يعني ضيق في مجرى التنفس، ده اللي ممكن يكون بسبب الشخير برضو الصوت اثناء النوم او حتى انقطاع التنفس. وبرضو زي ما قلنا اللحميه او الزياده في الانسجه المخاطيه في الانف، دي برضو بتعيق يعني مرور الهواء. ايش العلاج في هالمرحلة؟ يعني طبعا لازم الام تتوجه لاخصائي انف واذن وحنجره، بيبتدي يفحص الطفل ويشوف اذا كان عنده التهاب في اللوزتين او وجود لحميه او كده. طبعا بيبقى لو طبعا حجمها كبير او كده بتبقى محتاجه انها تدخل جراحي يعني، ولازم التدخل. المشاكل الانفيه والالتهابات
مستمرة وتضيق التنفس وانقطاع التنفس والتهاب الجيوب والتحسس، هذه كلها أمراض شائعة ممكن تكون أمراض مؤقتة، ولكن هل ممكن أن توصل لمرحلة معينة تنتقل إلى أمراض مزمنة مثل ربو تحسسي أو يمكن التهابات مستمرة أو انتفاخ جيوب مستمر؟ طبعا هذه كل الأمور يعني تبدأ بشيء بسيط، بس أبغى أعرف هل ممكن تنتهي ب يعني إهمالها أو علاجها الخاطئ ممكن تنتهي بمرض مزمن؟ طبعا في قاعدة معروفة طبعا أن الوقاية خير من العلاج، ف يعني بداية أول ما الأم تحس إن في مشاكل عندها في بالنسبة لأطفالها أو كده لازم تفحصهم ضروري جدا كويس، ولما يتشخص ان هم عندهم مشاكل لازم انها تتعالج، ما يحصلش فيها اهمال، لان فعلا الاهمال بيزود المشاكل الحساسية بتزيد. لازم ياخد ادوية، لازم ياخد علاج، ولازم زي ما قلنا يبقى في مرطبات الجو ومنقيات الجو وكده، حتى المكيفات برضو لازم ان يبقى في اهتمام دوري بيها بنظافتها، لان المكيفات من اكتر الاشياء اللي بتحمل الجراثيم وبتجمع الجراثيم وبتبقى وسيله للانتقال، وسيله سهله جدا لانتقال العدوى. وجود المكيفات المكيفات لازم عدم التنظيف، وجود المكيفات عدم التنظيف عدم التنظيف لازم تتنظف، لانه احيانا يقولوا لك لما يجيك الغبار تجيك منسجات من الدفاع المدني انه يرجو تشغيل اجهزه التكييف لانها قد تفلتر بعض الهواء الداخل. بالظبط، يعني حتى المكيفات اللي ما بيبقاش فيها فلاتر بينصح ان تنظيف بشكل فيها تنظيف بشكل مستمر عشان ما يتجمعش فيها الجراثيم والميكروبات. صحيح، يعني هذا بالنسبة طبعا للترطيب للمناطق اللي ما بيكون فيها رطوبة جفاف شديد مثل الرياض، لكن المدن المختلفة الشرقية والغربية بيكون فيها أكيد رطوبة مستمرة. تحدثت عن نقطة أيضا منقي الهواء في المنزل، هل هو ضرورة أو فقط للأشخاص اللي بيعانوا من حساسية؟ هو طبعا ضروري لكل الناس، لأن هنا في الرياض بالذات مشهور قوي الجفاف، فكتير من الناس بيشتكوا مثلا ان هم في الصباح الباكر مثلا بينزل ممكن بعض المخاط المدمم في دم او كده، ده بيبقى نتيجة الجفاف، فبيساعد في كده معطرات منقيات الجو ومرطبات الجو، وفي نفس الوقت برضو التغذية السليمة لازم برضو يبقى في أكل سليم، فاكهة وخضروات غنية بالفيتامين طبعا دائما هو العلاج
علاج يعني عفوا بداية العلاج أساس الغذاء والغذاء له دور في تدعيم المناعة يمكن في جسد الإنسان وكل ما زادت المناعة كل ما يعني تطرقنا أقل للأدوية. طب نصيحة سريعة حابة توجهيها للأشخاص اللي بيعانوا من غير الكمامة اللي أنت قلتي عنها. هو طبعا الغذاء بشكل سليم مهم جدا ومفروض ياخذوا قسط من الراحة. احنا جارك مرة ثانية يا دكتورة شلما لكن حنستاذنك لفاصل بسيط مشاهدين نرجع لكم نكمل اللقاء.